حيث أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل الهيست دروت صباح اليوم أنه سينسق إضرابا عالميا أو عماليا عفوا بعيد المدى من أجل منع إجراء الإصلاح القضائي للحكومة والذي يلقى رفضا واسعا في البلاد منذ 3 أشهر. جاء هذا الإعلان بعد ليلة مظاهرات حاشدة استمرت إلى ساعات الصباح الأولى من اليوم بمشاركة مئات الآلاف من المحتجين في سائر المدن الإسرائيلية رفضاً للإصلاحات، وبعد أن أقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يواف جالانت الذي دعا علنية إلى وقف تشريع تلك الإصلاحات. وفي غضون ذلك أعلنت الجامعات الدخول في إضراب عام، وكذلك نقابة الأطباء التي قررت وقف نظام الرعاية الصحية حتى الإعلان عن مسار واضح وجاد من المفاوضات بشأن الإصلاحات القضائية. وسيشمل الإضراب جميع المستشفيات العامة وجميع العيادات المجتمعية، كما انضمت نقابة المحامين إلى الإضراب الذي سيشمل كذلك المساعدين القانونيين للقضاة والمحامين العامين والمحامين في مختلف إدارات وزارة العدل. وتوقفت أيضا الرحلة الجوية المغادرة في مطار بن غوريون بتل أبيب حتى إشعار آخر، في الوقت الذي أعلن فيه اتحاد السلطات المحلية الإسرائيلية الذي يضم جميع البلديات والمجالس المحلية في إسرائيل أعلن أنه سينضم إلى الإضراب العام.